تعالي نعمل حاجة عظمة من الآخر. شايفة الشكل؟ شايف هي سخنة جدا طبعا، لسه طالعة دايبة ازاي. اللون والطعم والريحة مش هقولك، جربيها وقوليلي. هنجيب تقريبا كيلو لحمة، ما تكونش حمراء قوي، يكون فيها زي نسبة دهون كده عشان تحلي الصينية. زي ما انت شايفة قطعناها مكعبات كده عشان تكفي، يعني صينية كيلو يأكل أسرة كويس يعني ما تخافيش. هنجيب كوبايتين زبادي، بتديها طعم حاجة تاني، يعني مش كباب حلة خالص، الطعم مختلف تماما عن كباب الحلة، فهماني؟ الزبادي دي وديتها لحتة تاني. مش بحط توابل كتير، هي معلقة فلفل اسود وتوابل اللحمة بعد كده ومرقة بس عشان ما تغيرش طعمها. زي ما انت شايفة الزبادي بتخليها طعم مختلف وبتخليها طرية وما تبقاش حامية على الصدر كده، لأ حلوة جدا الزبادي بتخليها مختلفة غير طعم كباب الحلة خالص. هنجيب يعني معلقتين سمنة بلدي بقى بالمرة، فاهمة ايه يعني، واحنا دخلنا ايه في التقيل. معلقتين سمنة بلدي كده في الصينية اللي هنعمل فيها، شوية زيت، ادخلي المطبخ كده وانت نفسك مفتوحة عشان الحاجة تطلع حلوة. ماشي، سيبنا اللحمة شوية حوالي نص ساعة، هننزلها دلوقتي في الصينية في السمنة وزيت بعد ما سخن، فاهماني؟ زي ما انت شايفة كده ايوه كده. نقلبها ونسيبها بقى، ونغطيها ونسيبها، فاهماني؟ الريحة حلوة جدا بجد، يعني زي ما انت شايفة. هنجيب نقطع، نجيب بصل، نجيب حوالي 4 بصلات 5 بصلات. انا بحب البصل الاحمر طعمه تاني خالص. زي ما انت شايفة نقطع شرايح، فاهماني؟ وفلفل رومي زي ما انت عايزة بقى 3 4. هي بتاخد خضار كتير عشان كده بتعمل كمية كبيرة، فاهماني؟ فالصينية توكل، يعني هتأكلك وتأكلي والولاد يشبعوا. لا حلوة حلوة ان شاء الله، هتعجبكم ان شاء الله ان شاء الله. قطعنا الفلفل، ونجيب فلفل حامي بقى كم قرن كده، مش عايزة فلفل حامي بلاش، نستغنى عنه مفيش مشكلة. قطعنا الخضار بتاعنا زي ما انت شايفة كده، واللحمة على النار، فاهماني؟ سايبين اللحمة على النار براحتها زي ما انت شايفة بتشرب، يعني هي ما حطتش مية، هي نزلت المية والزبادي عمل مية كمان، فزي ما انت شايفة اهو، فاهماني؟ بننزل عليها الخضار البصل والفلفل ونسيبه كده من فوق شوية ونغطيها، هي هتدبل البصل، هتلاقي البصل ده دبل خالص وهيتقلب مرتاح، فاهماني؟ النار هتدبله قوي زي ما انت شايفة كده. لا صينية حلوة، صينية حلوة فعلا يعني. بس كده نغطي ونسيبها، ما نحطش ملح خالص دلوقتي. هنجيب حوالي 5 6 طماطمات او كيلو، يعني تقريبا كيلو، فاهماني؟ نقطع برضو مكعبات الطماطم، فاهماني؟ كل ده طبعا وسايبة الصينية واخدة وقتها كده، شايفة دبل اهو البصل ولسه هيدبل تاني لسه، ايوه كده. ولما تقطعي اللحمة صغير فهتدي كمية كبيرة، فاهماني؟ لان اللحمة بقى سعرها، ربنا يرحمنا جميعا يا رب، بقى سعرها غريب يعني، ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا فعلا جميعا. زي ما انت شايفة كده، يعني ما حدش يقول يعني، بص الصينية هتبقى كبيرة يعني ما شاء الله. نقلب حلو، ننزل عليها بالطماطم، هي بتاخد وقتها على النار، انا بسرع الفيديو لكن هي واخدة وقتها على النار، فاهماني؟ يعني انا ما بحطش كل حاجة على طول، بسيب كل حاجة تاخد راحتها. زي ما انت شايفة الالوان والشكل والريحة طبعا حاجة تاني اهو. سيبناها شوية، شايفة؟ نحط مكعبين مرقة، في وصفات ما ينفعش نحط فيها توابل كتير، فاهماني؟ انا في الخضار والطبيخ والحاجات اللي بجمع دي كتير، لا ما بحطش فيها كتير توابل. الفراخ ممكن،
زي ما انت شايفة الشكل، وفي الاخر هيبقى الشكل حاجة تاني والطعم. هنزود بقى شوية مية مش كتير، وكل ما تعوز مية نزود مفيش مشكلة يعني، فاهماني؟ لكن ما نزودش كتير ما بتبقاش حلوة. ونوطي النار، فاهماني؟ نخلي النار واطية مش عالية قوي. ونبتدي في الرز، هنجيب شوية معلقتين تلاتة سمنة وشوية زيت بالمرة بقى، سمنة بلدي اهو. هنجيب معلقتين تلاتة زيت برضو. هنعمله رز ابيض سادة كده من غير شعرية ولا محمر، يا دوب يتشمع كده بالسمنة والزيت وياخد طعمهم حلو وينشف، وننزل عليه بالمية المغلية. بس عندك شوربة حطي، انا ما عنديش شوربة للأسف. بتاع دي حلوة قوي يا جماعة، والله حلوة قوي فعلا. حاجات المطبخ دي حاجة فظيعة يعني، تجنن والله. هنرش رشة فلفل اسود، فاهماني؟ والله يعني نشوف حاجات المطبخ تبقى عندك الحاجة وبرضو تجيبي. ونحط مكعب مرقة نطعمه يعني كده، بس نديله تشويحة لغاية ما الزيت يدخل جوه حبة الرز كده والسمنة، ونكون غاليين مية في الكاتل، ونزود المية بقى بتاعت الرز العادية. نقلب ونشوف كمية المية مظبوطة ولا لا. زي ما احنا شايفين كده يغلي يغلي الرز كويس، ونوطي عليه او هنحطه على عين صغيرة، على عين الصغيرة يستوي براحته بقى. زي ما احنا شايفين كده هنحوشه ونحطه على عين الصغيرة، ونرجع اللحمة على عين الكبيرة تاني. شايفين اللحمة لونها عامل ازاي؟ تتخيلي بقى انت يعني شايفة كيلو لحمة عامل صينية حلوة ازاي؟ لا حلوة فعلا والله، هتوفر معاكي كتير قوي وهتأكل البيت كله يعني ان شاء الله. رش التوابل اللحمة ماشي زي ما انت شايفة كده برضو. ممكن ما تحطيش طماطم، مش عايزه طماطم مش لازم، فاهماني؟ حطي لحمه بقى، بصل وفلفل بس، براحتك خالص يعني. بس هي كده حلوه، حلوه فعلا يعني. زي ما انت شايفه خلاص هي كده استوت ان شاء الله يعني، استوت حلوه قوي، وخدت تشويحه تحميره كده من تحت. زي ما انت شايفه اللحمه عامله ازاي، حلوه جدا. رشه وسط الطيب شيء اساسي في اللحوم يعني. بس ونحطها في الفرن تاخد لون، وهي مش محتاجة والله، بس هو زيادة تأكيد يعني، تاخد لون حلو ونطلعها. الرز خلاص استوى اهو، هنحطه في بولة كده كمنظر يعني، ونعمل ونحط طبقنا. غرفي بقى براحتك يعني، الطريقة اللي انت عايزاها. اهي الصينية طلعت من الفرن، شايفة الشكل يا جماعة؟ والله حاجة يعني ايه، ما شاء الله يعني، ما شاء الله فعلا. ادي الرز حطيناه في طبق كبير، ونحط جنبه اللحمة بالصوص بتاعها ده. الصوص نفسه طعمه احلى كمان من اللحمة فعلا والله، الصوص حلو جدا واللحمة حلوة جدا واستوت، لان انا كمان مقطعها صغير، فالتقطيع بتفرق في اللحمة وتخليها مستوية حلو كده، فاهماني؟ مش لازم نقطع حتت كبيرة، الكبيرة دي في العزومات في الحاجات التانية لما تبقى اللحمة ترخص بقى، لكن طول مية غالية هو حلوة كده، مكعب حلو قوي كده، فاهماني؟ زي ما انت شايفة. لا بجد حاجة تانية، حاجة تانية جدا جدا يعني، يعني ان شاء الله هتعجبكم، هتجربوها وهتعجبكم بإذن الله. حلوة جدا ومستوية ودايبة، والصوص حلو مع العيش، تاكليها براحتك بقى. هي انا بحبها بالعيش، هنا الولاد بياكلوها بالرز، وجنبك الخيار المخلل والفلفل اللي لازم جنب الاكل، او شويه سلطه براحتك. واتمنى انها تعجبكم، واتمنى تعليق لايك اشتراك، وما ننساش نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام.